مؤشرات تلوح في الأفق حول فتوى مرتقبة للمرجعية الدينية العليا تهدف إلى دعم إنجاح الانتخابات المبكرة وفق شروط محددة وقطع الطريق على القوى التقليدية لتزوير الانتخابات وسرقة الأصوات واختطاف النتائج. مصادر مطلعة من النجف أكدت أن خطوة المرجعية سيكون لها تأثير على إعادة ثقة المواطن مجددا في الاقتراع المقبل، ما سيؤدي إلى تلاشي فرص التزوير الشائعة إذا ما كانت هناك مشاركة واسعة من قبل الناخبين، لأن عدد الأصوات المطلوب للفوز حينها سيكون أكبر. المصادر أشارت إلى أن الفتوى المرتقبة ستتضمن أيضاً دعوة مقلدي المرجع الأعلى إلى التصويت في الاقتراع المبكر المقرر إجراؤه صيف العام القادم، في مسعى يقول مراقبون إن هدفه إعادة إكساب العملية السياسية شرعية انتخابية بعد أن فشل العراق منذ عام 2003 في الخروج من نفق المحاصصة، ما دفع الناخبين إلى مقاطعة واسعة. أكثر من 14 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، والدفع بعجلة العملية الانتخابية ورفع نسب المشاركة بها من خلال توفير أجواء آمنة هي إحدى شروط الفتوى المرتقبة والمتمثلة في ضبط السلاح المنفلت وتحييد الفصائل المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة.